اليوم معي ضيفة هي نموذج ملهم ومشرف، وأثبتت أنه ما فيش شغل بس مقتصر على الرجالة. وزي ما بتعرفوا الستات معروفين أنه إحنا سوقتنا نصكم أو نص نص، بس اليوم ضيفتي أمل قاد اللي هي كابتن بعربيتها الخاصة لإحدى الشركات طبعاً والتطبيقات للتكاسي، خلينا نقول موجودة معي اليوم لتثبت لنا العكس تماماً. يسعد مساكي ومساء الهلو عليك أمل، إزيك عاملة إيه؟ الحمد لله كله تمام؟ تمام يعطيك الحمد. العافية الله يخليك، شكله السواقة بتتعبك خالص مش كده؟ طبعاً يعطيك ألف عافية. طبعاً زي ما أنا حكيت بالمقدمة أنت فعلاً نموذج مشرف للست المصرية يخليك. وأثبتي أنه فعلاً الست بميت راجل، وأنه كمان ما في شغلانة بتقتصر بس على الرجالة. لا طبعاً، يعني بدي أياكي ترجعي لي بالوقت لزمان زمان، قديش صليك أول شيء بالبداية بهاي المهنة؟ أنا بقالي 7 سنين. 7 سنين يلا إن شاء الله عقبال 70 سنة وتضلك جمدة كده وتكوني أجد نموذج للكل ونقتدي فيكي أكيد ست أمل. كيف بلشت معك الفكرة وليش قررتي أنه أنت تكوني سواقة بعربيتك الخاصة لإحدى الشركات الخاصة؟ والله كان الفكرة كانت أنا كنت بشتغل حاجة تانية خالص. أوكي. أنا كنت كوافيرة. والله حبيين شعراتي ألف ردعم اليوم. أوكي. وبعدين الدنيا لما ابتدت يعني تريح ما بقاش في شغل زي الأول وكده. أوكي. فواحد صاحبتي عرضت عليا ان انا اشتغل الشغلانه دي. ففي الاول كنت يعني كنت قلقانه، واولادي كانوا قلقانين خايفين حد يركب معايا يعمل فيها حاجه. أوكي. يحصل حاجه كده، فقلت اجرب اتكل على الله. لقيت التجربه كويسه، هي فعلا متعبه بس كويسه. لها يعني دخل مثلا مادي معين ممكن انه يعيش الشخص حياه كريمه. خلينا يعني طبعا مع الغلو اللي احنا فيه واللي احنا فيه والوضع اللي احنا فيه، طبعا الشغلانه دي يعني بتنزلي بتشتغلي بتجيبي فلوس بتجيبي ده، فحبيت الشغلانه طبعا، بالذات انه انت بيكون لك خلينا نحكي وقتك الخاص. يعني انه خلاص بالوقت ما تحسي حالك تعبتي خالص مش قادره وعندك التزام يعني ممكن انا اللي بدي لنفسي المواعيد بتاعه الشغل بتاعتي. اوكي تمام ممتاز، يعني عشان ما تقصري بيتك. طبعا عشان ما اقصرش على بيتي طبعا. بخلص حاجة بيتي وبعد كده بنزل أشتغل مثلا لغاية الساعة 1 بالليل. أوكي. الساعة 2 يعني ببدأ من مثلا من الساعة 3 لغاية الساعة 2 بالليل 1 بالليل. أوكي. حسب الشغل يعني. أكيد 100%. لما بحب أخد أجازة بأخد أجازة طبعا، بس أنا يعني في عادتي أنا ما باخدش أجازات، يعني أنا كل يوم بشتغل عادي. أنا كمان اليوم الطبيعي، وببدأ بقى في الأيام الدراسة من الساعة 6 الصبح لغاية الساعة 8 بالليل. أوكي. على أساس في طلاب وبتوصلي وبتجيبي هدول. هل بتقتصر خلينا نحكي المشاوير بتاعتك أو الزباين اللي بركبوا معاكي هل أغلبهم بتنقي مثلا يكونوا ستات ولا ما بتفرق معاكي ستات ورجالة؟ لا يعني هو بيركب معايا ستات وبنات ورجالة وكل الفئات بتركب معايا. طب وإيش الصعوبات خلينا نحكي اللي واجهتك من البداية لحديت اليوم؟ والله من البداية هي يعني مش كل العملاء زي بعض طبعا، في عميل يديكي طاقة ويحمسك ويشجعك ويخليك ان انت يعني بتبقى عايزه تشتغلي اكتر. اوكي. في عميل يركب معاكي يحبطك يضايقك، وانت كمان انت بالنهايه بني ادمه، بيجيك اوقات على بالك تشتغلي، اوقات في حاجه هيك شغلاكي خلينا نحكي او مشكله فبتحسي حالك بتسكتي ما بتتعاملي يمكن مع انا بعرف العميل اول اللي بيركب معايا. يعني العميل نظرة. اللي انا اعرف ان انا مثلا ممكن اضحك معاهم واهزر معاهم ونبقى اصحاب وكده. وفي عميل يركب معاكي ما تقدريش تتكلمي معاه اي كلام خالص. خلاص ضلك يعني ساكتة طول الوقت، اكني في شيء حاطاه جنبك بتوصليه وخلاص، لكن ما يبقاش في لغه حوار خالص. أوكي. يعني بيبقى هو كده طبيعته كده. او في ناس مرات بتعرفي بيكونوا راجعين من سفر خلينا نقول بيكونوا بس بدهم يناموا او بدهم يروقوا، بس بالعكس يعني وجهك بشوش وقريب للقلب. يا اللي بركب معاكي ست امل. يا ريت والله. يعني انا بالنسبه لي في شغلي عامه في صعوبات بتحصل كتيره، في مثلا حد ممكن يضايقك. اوكي. يكلمك كلمه وحشه. فانا تعودت ان انا ايه يعني زي ما بتقولي بسمع من هنا وعدي من هنا. بتكبري دماغك. بالظبط كده. وباخد الامور بسلاسه، يعني اصلا لو كل حد هيركب معايا هيضايقني يبقى انا مش هشتغل. صح.
فانا بتحاول ان انا اتاقلم مع الناس اللي بتركب معايا. كل عميل انا يعني اول ما بيركب معايا بعرفه ده يتعامل ازاي وده يتعامل ازاي وده يتعامل ازاي، وفي الاخر وفي الاول يعني بنتعامل معاهم يعني بكل لطف وبكل ذوق وكل ادب. فطبعا العميل مش هيضايقك طالما انت بتتكلمي معاه كويس وبتتعاملي معاه كويس، مش هيضايقك. لابد من الحدود صراحه. وفي ناس بتشجعني جدا وفي ناس يعني بتديني حماس ان انا اشتغل، وفعلا انا اتعودت على الشغلانه وخلاص بقت يعني شغلانتي وبقت هي دي مصدر رزقي. الحمد لله. الحمد لله. الله يرزقك من اوسع ابوابه اكيد يا رب. طب بدي اسالك سؤال، ايه لو انت ماشيه بالعربيه مره كده العجله نامت عملتي حادثه طبعا بعيد الشر الله يحميكي ويحمي الجميع، بتعرفي تغيري عجله؟ لا ما بعرف. لسه ما تعلمتيش. انا بعرف اجي لما تنام العجله بتاعتك كلميني هديكي رقمي بعد البرنامج. هو والله مش موضوع كده، انا مجرد ما بنزل حتى لو الفرده نايمه بلاقي ناس كتير بتقف لي. اوكي. يعني ناس كتير بتقف وبتساعدني وانا معايا كومبريسر ومعايا حاجتي كلها في العربيه، يعني ما بقاش محتاجه ان انا اشيل واحطه كده، انا مجرد ان انا بزود العجله واجت لما اروح لبتاع العجل بيعملها لي. بس يعني اي حاجه بتحصل لي في الطريق بلاقي ناس كتير بتقف لي. وبعدين انا الكباتن بتوعنا اللي هم زمايلي في الشغل احنا معانا جروبات. اوكي. في جروبات استغاثه لما يكون في حد عطلان في حد حاجه بنتكلم على الواتس بيجي لك كذا حد. اللي اقرب لك بيجي بيساعدك. اللي موجود جنبي بيجيني. هذا جدا شيء يعني احنا ما بنسيبش بعض عامه، احنا يعني الكباتن كلها بيبقوا متحدين مع بعض وبيبقوا بيحبوا بعض وبيساعدوا بعض. حلو. فده ما بيحصلش معايا. ولادك بالبيت بندهولك ماما ولا كابتن؟ لا لا ماما. كابتن ماما عرفتي دي كلمه كبيره كابتن. ايوه بنتي تقول لي كابتن ماما. الله يخلي لك اياهم يا ربي. قديش عندك اولاد؟ عندي ولد وبنت. ولد وبنت الله يخلي لك اياهم يا ربي. طيب بدي اسالك سؤال، يعني هلا انت صار لك 7 سنين خلينا نحكي بالشغلانه دي، لو في اشياء معينه بتحبي تغيريها بمهنه السواقه بتغيري ايه؟ هقول لحضرتك على حاجه، احنا شغلتنا يوم بيوم. يعني يوم اللي انت تنزلي تشتغلي فيه بيبقى فيه دخل داخلك. اوكي. اليوم اللي انت مش هتشتغلي فيه مفيش دخل داخلك. اوكي. فطبعا نفسنا ان احنا مثلا يكون لينا معاش. اوكي. فرضنا تعبنا شيء ثابت، عربيه باظت، في التزامات، في اولاد هيتجوزوا، في حاجات كده اهو، ما بيبقاش في دخل ليها. صح. مش معمول لها حسابها. صح. اليوم بيومه زي اي مثلا عامل بيطلع يوم بيومه، احنا بنبقى كده يوم بيومه. هلا بتعرفي شو، حتى الاشخاص اللي بيشتغلوا بشركات يعني في عندك ايام معينه للاجازه، بس اذا تعديتيها بتخصم من الراتب. بس بالزبط. انا فاهمه عليك، انت حابه تحسي بالامان خلينا نحكي. بالزبط كده. انا اذا لا سمح الله عييتي العربيه خربت انه تقدري تلاقي مصدر دخل. لان احنا برضك بنكبر، يعني هيجي في وقت انا مش هقدر لساتك شباب. لساتك شباب يا عمل ولو.